الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أبشركم بخير عظيم يجعله الله لكم في آخرتكم بحضوركم لمجالس العلم، يعظم به أجركم ويكثر به ثوابكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. بعض الناس يقول: أكتفي برؤية القنوات والمحاضرات فيها. نقول: إن شاء الله على خير، لكنك فوتت على نفسك أموراً أخرى. ممشاك إلى حلقة العلم يكتب لك أجر الممشى، رؤيتك لمن تحبهم في الله يكتب لك بها الأجر، لأنك إذا جلست مع إخوانك عظم أجرك وكثر ثوابك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الثلاثة وهو في حلقة في المسجد، فجلس أحدهم في الحلقة وجلس الثاني خلف الحلقة وذهب الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بمثل الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، نرجو أن تكونوا ممن آواهم الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، مثل حق القنوات، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إذا جلست في هذا المجلس شاهدت أناساً بمجرد رؤيتهم يزداد إيمانك، من إخوانك الذين تستعين بالله عز وجل على التواصل معهم وعلى محبتهم وعلى التعاون معهم على ما ينفعك في الدنيا والآخرة. رؤية علماء الشريعة والأخذ من سمتهم وهديهم في مزية ليست مماثلة لمن يرى هذه المحاضرات من خلال هذه القنوات. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، إن شاء الله أنتم منهم. شف الثواب والأجر المرتب عليهم، رحمة وسكينة وحف الملائكة وذكر الله عز وجل لك بحضورك لمثل هذه المجالس. حديثنا في هذا اليوم الذي طلب منا الكلام عنه عما يتعلق بما ينزله الله عز وجل من الأمطار والسيول الجارفة التي قد تتلف أموالاً عظيمة وتذهب شيئاً كثيراً من ممتلكات الناس، بل قد تؤدي إلى وفيات وتؤدي إلى أمور غير مرغوبة. من الذي أنزل المطر؟ أنزله رب العزة والجلال، يدلك على أن الله قادر وأنه سبحانه يتصرف في الكون كيف يشاء، والله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا قضى أمراً أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه جل وعلا شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب المتراكب ورأى الرياح دخل وخرج دخل وخرج قلق، فإذا نزل المطر سكنت نفسه صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل له في ذلك قال: عذبت أمة من الأمم بمثل هذا. ومن هنا فنحن نخشى أن نكون ممن ينزل الله بهم العقوبة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على رفعة مكانته وعلو درجته عند الله عز وجل يخشى من نزول العقوبات، فكيف لا نخشاه نحن؟ هذه المصائب
والعقوبات التي تنزل على بني آدم لمصلحتهم. أول من يستفيد هم أولئك الذين نزلت بهم هذه المصائب والعقوبات، يخفف الله جل وعلا بها من ذنوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه. نزول هذه تقدير الله للأقدار المؤلمة، هذا فيه حكم عظيمة وفيه منافع كبيرة، حتى فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي، وما يتعلق بوجود المنكرات، وما يتعلق حتى بوجود إبليس العدو اللدود، العدو الحقيقي الذي يريد أن يصدنا عن دين الله وعن طاعته. من الذي خلقه؟ خلقه رب العزة والجلال. خلقه فيه حكمة ومنفعة باعتبار المجموع، وإن كان هناك ناس أفراد يتضررون به. توافقونني على هذا ولا نورد أشياء وأدلة على هذا؟ إبليس يوسوس في قلوب الناس، فإذا لم يستجيبوا له ولم يتبعوا خطواته عظمت أجورهم وكثر ثوابهم. إذن هناك مصلحة من وجوده. عندما يأتي إبليس ويغوي بعض الناس إلى شيء من المعاصي، فتوجد التوبة والندم الذي يعقب ذلك الذنب، هذا مصلحة أعظم من الذنب. هذا الندم الذي يكون في قلب ابن آدم يورثه من التذلل بين يدي الله والخضوع له وترك الإعجاب بالنفس، ما هو أعظم مصلحة من ذلك الذنب، من مفسدة الذنب الذي عمله العبد. يبعد عن الإنسان العجب بنفسه. هكذا في الأقدار المؤلمة التي يقدرها الله على العباد، سواء كان بسيول جارفة أو بغيرها، فيها مصالح وفوائد أعظم من المصائب التي حصلت منها. إذا قال وتحدث أحد علماء الشريعة أو الدعاة أو الوعاظ فقال هذا بسبب ذنوب ابن آدم، ضج بعض من لا يفهم واستغربوا واستنكروا وقالوا هذا اتهام للآخرين. سبحان الله، أجل تتهم رب العزة والجلال بأنه ظالم، ينزل العقوبة بمن لا يستحقها؟ سبحان الله، رب العزة والجلال عادل، لا ينزل عقوبة بأحد إلا وعنده من الأعمال ما يكون سبباً لنزول هذه العقوبة. أعدل سبحانه وتعالى. لكن هذا قد يكون بسبب ذنوب، وقد يكون بسبب غفلة، وقد يكون بسبب عدم شكر نعم الله. أعمالك التي تؤديها لا توازي النعم التي أنعم الله بها عليك، وحينئذ أنت مقصر. لو نزلت بك العقوبة لكان من عملك ما يكون سبباً لنزول هذه العقوبة. ألم ينعم الله عليك في بدنك عينان تبصران وأذنان تسمعان، لسان ناطق، يد تبطش بها، ورجل تمشي بها؟ أليست من نعم الله؟ هل أديت شكرها؟ لا والله ما أديت شكرها. إذن أنت مقصر. لو نزلت بك العقوبات والمصائب في الليل والنهار لكنت مستحقا لها. ومن هنا يقول رب العزة والجلال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رب العزة والجلال
ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، نحن من باب أولى. وإذا كان رب العزة والجلال يقول لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم في أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لكن هل نزول المصيبة بعبد من العباد يعني نقصان درجته عند الله؟ لا، بل قد يكون علامة على أن درجته رفيعة عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ولذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض لصنوف من الأذى، خصوصا فيما يتعلق بدعوته إلى الله عز وجل. هل يعني أنه أقل من غيره؟ لا والله، حاشا وكلا، بل هو أعلى وأرفع صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه لا ينزل بعبد من العباد مصيبة من المصائب إلا وعنده ذنوب، وعنده تقصير، وعنده غفلة، وعنده عدم شكر لنعم الله التي أنعم الله بها عليها. والله عادل، لا ينزل عقوبة بعبد إلا ومن أعماله ما يكون سببا لإنزال هذه العقوبة. لكن بعض الناس قد يعفو الله عنه، وبعض الناس قد يؤخر الله عقوبته للآخرة. وكون العبد يعاقب بأمور في الدنيا خير وأحب من أن يعاقب بأمور في الآخرة. إذا تكرر هذا فعند نزول المصائب ما هو موقف المسلم من مثل هذه المصائب؟ هل يتسخط المؤمن منها؟ هل يسخط من أقدار الله المؤلمة؟ لا، ليس هذا من شأن المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سخط فله السخط، من رضي فله الرضا. إذن التسخط والجزع هذا ليس من شأن أهل الإيمان. هل من شأن أهل الإيمان أن يسبوا رب العزة والجلال؟ كلا وحاشا، أعوذ بالله، بل هم يحمدون الله على نزول هذه المصائب. لماذا؟ لأن الله قد أراد بهم خيرا، أراد الله بنزول هذه المصائب خيرا لمن نزلت به. كذلك من شأن أهل الإيمان الرضا بأقدار الله المؤلمة. إذن التسخط ليس من شأن أهل الإيمان. المتسخط لا يغير سخطه من واقعه، ولا يرفع مصيبة، ولا يجلب نعمة، وإنما هذا شأن من نقص عقله. طيب، هل من شأن أهل الإيمان التلاوم، يلوم بعضهم بعضا مثل أصحاب الجنة الذين ذكرهم الله في سورة نون والقلم: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل يلوم الآخر؟ لا، ليس هذا شأن أهل الإيمان. طيب، إذن ما هو شأن أهل الإيمان؟ صحيح المقصر يجازى على تقصيره، لكن كوننا نلوم بعضنا وكل واحد منا يلوم الآخر هذا ليس من شأن أهل الإيمان. إذن ما هو موقفنا عند نزول هذه المصائب؟ وما هو الموقف الشرعي؟ أول ما يقفه الإنسان عند نزول المصيبة به من مرض أو فقر أو سيل أو غيره أن يصبر على هذه الأقدار المؤلمة. الصبر يعني عدم التجزع والتسخط من هذه الأقدار.
فصبر جميل، هذا هو الصبر الجميل. الصبر عظيم الأجر، كثير الثواب، يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر عمل صالح يعظم ثواب الإنسان به، والله جل وعلا يحب الصابرين كما أخبر سبحانه. من الموقف الإيماني في المصائب الرضا بقضاء الله وقدره المؤلم، هذا فوق مرتبة الصبر، ترضى بحيث تتلقى هذه المصيبة بصدر الرحب، تعرف أن الله أراد بك خيرا، فلذلك أنت فرح بهذه المصيبة، تتقرب لله عز وجل بهذا. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غفر له. ونحن ندعو: اللهم إنا نسألك الرضا، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رتبة الرضا رتبة عظيمة الشأن. هكذا أيضا من الموقف الإيماني عند نزول المصائب حمد الله والثناء عليه سبحانه، فإنك تعلم أن الله قدر هذه المقادير المؤلمة لمصلحتك ولثمرتك ولفائدتك. من الموقف الإيماني فيما يتعلق بهذه المصائب أن نتعاون. أولاً أن يبذل الإنسان الأسباب المؤدية إلى رفع هذه المصيبة وآثارها، مثال ذلك: مريض نزلت به مصيبة، يشرع له أن يتداوى، يؤجر ويثاب على هذا التداوي. هكذا أي مصيبة عند نزول السيل والأمطار، نتقرب لله عز وجل ببذل الأسباب المؤدية للسلامة من آثار السيول الجارفة، سواء كان ذلك قبل حصولها بالتهيئة لمجاري السيول ونحوها، أو كان ذلك فيما يتعلق بما بعد المصيبة بإزالة آثارها، نتقرب بذلك لله عز وجل. وكل ما ينفقه الإنسان ليعيد حاله على ما كان عليه قبل نزول هذه المصيبة، إذا احتسب الأجر به فإنه مأجور مثاب. من الموقف الإيماني عند نزول المصائب أن نتعاون جميعا على إزالتها وإزالة آثارها، نتقرب بذلك لله عز وجل. ولذلك وردت النصوص بالأمر بالتعاون، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذا أعانك الله فلا عليك، اضمن لي أن الله يعينك وأبشرك باستقامة حالك وصلاح أمورك دنيا وآخرة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذا كان الله في حاجتك وهو القادر سبحانه، فحينئذ لن يقف في وجهك شيء. النصوص الواردة بالترغيب في أن يكون المسلم في حاجة أخيه وفي عونه كثيرة متتابعة،
كذلك من الموقف الإيماني فيما يتعلق بهذه المصائب أن نحتسب الأجر والثواب في الإنفاق من أموالنا، تنفق من مالك لمواساة إخوانك، تتقرب بذلك لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى وعد المنفقين بالأجر والثواب في الآخرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الريال 700 ريال، الله أكبر، ويضاعف أكثر من ذلك. وهكذا في الدنيا، من أنفق في الدنيا أعظم الله له الأجر والثواب في الدنيا. أبشر بالخلف يا أيها المنفق، ألم يقل رب العزة والجلال مالك خزائن السماوات والأراضين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين؟ هذا وعد ممن؟ من الله. هل هو عاجز عن تحقيق وعده؟ لا والله قادر. هل يخلف مواعيده؟ ومن أصدق من الله قيلا. جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. إن كان الرزاق أنت تصرف كيف تشاء، وإن كان الرزاق رب العزة والجلال فاسمع لوعده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. الموازين البشرية ترى بعض الجوانب فحينئذ يكون نظرها قاصرا، ولكن الميزان الشرعي ينظر الأمور من جميع نواحيها. ولذلك انظر لهذا الحديث: ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. أنت عندما يأتيك شخص يعفو عن من ظلمه يقول له الناس: أنت مغفل، كيف تعفو عنه؟ يجتري عليك الناس، وبالتالي تقل درجتك. سبحان الله. يقول رب العزة والجلال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وعد ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. خارج المقاييس البشرية. وإذا نظر الإنسان في الكون وفي حوادث الناس وجد هذا واضحا جليا: أولئك الذين يعفون يرفع الله درجاتهم ويعزهم ويعلي مكانتهم. أما أهل الانتقام صحيح شفى غيظه في لحظات لكن ما يرفعها الله. وأما الجزية الثالثة: ومن تواضع لله رفعه. شف لله، فهذا المتواضع يرفع الله درجته ويعزه، لكن ذلك المتكبر يقسمه الله وينزع مكانته العالية. وانظر لأحوال الناس تجد هذا جليا ظاهرا: ملوك على مدى التاريخ، رؤساء تكبروا وتجبروا، وانظر ما هي عاقبتهم، انظر للتاريخ. سبحان الله.
هذا الذي بالأمس هذه طريقته. يقال له ملك الملوك، يقبل الضباط أقدامه، ثم بعد ذلك يكون مهانا في آخر حياته. سبحان الله، ما أعظم قدرة الله. وأولئك الذين تواضعوا رفعهم الله وأعزهم، لكن قال إيش؟ من تواضع لله، مو بعشان يمدحونه الناس، ولا من أجل يتواضع لأصحاب الأموال والكبراء. إذا جاه الضعيف ما تواضع له، تكبر عليه وتجبر، هذا ما تواضع، هذا خنوع وذلة. الذي يتواضع يتواضع للصغير وللقليل وللحقير قبل أن يتواضع للكبير، هذا ما تواضع. لابد أن يكون تواضعه لله، يرجو ما عند الله. في مثل هذه المصائب التي تصيب الناس ينبغي بالعباد أن يحتسبوا الأجر والثواب في كل أعمالهم. عندما تعين غيرك تقرب لله بذلك، عندما تتعامل مع غيرك التعامل الحسن تقرب لله بذلك. اجعل الأجر الأخروي بين عينيك، يعظم أجرك وثوابك. بعض الناس قد ينفع الآخرين لكن مقصوده الرياء والسمعة عشان يمدحونه، مسكين فوت على نفسه الأجر. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة. ذكر منهم المنفق، يأتي الله به فيعرفه نعمه: ألم أنعم عليك بكذا، ألم أنعم عليك بكذا. قال: بلى. قال: فما فعلت فيها؟ قال: ما تركت سبيلا من سبل الخير إلا أنفقت فيها من أجلك. فيقول الله: كذبت، من أجلك كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيطرح في نار جهنم. وذكر بعد ذلك قارئ القرآن والعالم، وذكر المجاهد، الذين يقصدون رياء الناس والسمعة لا يقصدون الأجر والثواب. إذا جاء الإنسان لمثل هذه المحاضرات يقصد أن الناس يثنون عليه، مسكين مغفل، شو ينفعك ثناء الناس؟ يقصد بذلك وجه الله. النية شأنها عظيم، ولذلك يحسن بالعبد أن يسعى لتصحيح نيته في كل أعماله. اجعل حياتك كلها عبادة لله. إذا تغديت وأكلت طعام الغداء فانوي بهذا الغداء أن يكون سببا من أسباب قوة بدنك لتستعين على طاعة الله، فحينئذ تكون كل حبة رز مسجلة في ميزان حسناتك يوم القيامة. الله أكبر. إذا نمت فانوي بهذا النوم تقوية بدنك على صلاة الليل أو صلاة الفجر، فحينئذ تكون كل ثانية تمضيها في نومك تحسب في ميزان حسناتك. ما أكرم الله وما أضعف عقولنا اللي نفرط في هذا الأجر والثواب. إلى قابل جماعته هش بهم ورحب بهم وعزمهم وحط ضيافتهم، ليش؟ قال: ها، مجاملة، مسكين فوت على نفسه الأجر. اجعلها لله حتى تؤجر وتثاب. تبسمك، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ ألم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؟ إذن اجعل هذه الأعمال قربة لله ترجو ذخرها يوم القيامة. ليش تودي عيالك للمدرسة؟
ليش تشتري لهم حوائجهم؟ قالها مثل الناس، مسكين ما له أجر. قال والله لو ما أجيب لهم أغراضهم كان تزعجني أم العيال. سبحان الله، فوت على نفسك الأجر. قل أمرني الله بالنفقة على أبنائي، أمرني الله بتربية أبنائي، فأنا أتقرب لله بذلك. المحصلة واحدة، تروح بعيالك للمدرسة وبتجيب لهم أغراضهم وبتجيب لهم أكلهم وبتجيب لهم الخبز من الخباز، المحصلة واحدة، ولكن الأجر متفاوت. الأجر متفاوت. لماذا تفاوت الأجر؟ لتفاوت النية. وحينئذ لابد نقلب حياتنا كلها لتكون قربة وطاعة لله عز وجل. صعب؟ لا والله مو بصعب، سهل، أسهل ما يكون من هذا الذي يجعل الناس يتفاوتون. صاحبك رصيدة؟ صاحبك رصيدة؟ صاحبك رصيدة مسكن على الشيخ. طيب، من الأمور التي نتعامل معها عند حلول مثل هذه المصائب أن نتقرب لله عز وجل بالتبرؤ من التهاون الذي قد يبذله بعض الموظفين، نبرأ إلى الله منه، وليس من الديانة أن نقرهم على مثل هذا التهاون أو هذا العمل. أمر الله عز وجل بأداء الأمانات، أمر الله عز وجل بأداء الأمانات، وأوفوا بعهد الله إن العهد كان مسؤولا، يسأل العبد عنه يوم القيامة. ولذلك نبرأ إلى الله من كل إضاعة للأمانة، من كل تهاون عن القيام بالمسؤولية، لأن هذا من إنكار منكر. كون أن لا يكون هذا سببا لجعل الناس يتنازعون أو يتفرقون أو يؤلب عامة الناس على ولي أمر، هذا شيء لابد أن يلاحظ. أيضا مما نتقرب به لله عز وجل لمعالجة مثل هذا الموضوع، أن نسعى جميعا لتقوية الوازع الديني في نفوس الناس. إذا كان عند الإنسان ديانة تقرب لله بأداء الأمانة والقيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. من كان في قلبه خوف من الله هل يأخذ رشوة؟ ما يأخذ رشوة، يخاف من الله. من كان عنده إيمان ومعرفة بأن المال الحرام والكسب الخبيث ممحوق البركة، سبب لغضب الله، سبب لمنع إجابة الدعاء، سبب للولوج في نار جهنم، هل يأخذ رشاوي ويقصر في المسؤولية الملقاة عليه؟ إذن تقوية الوازع الديني في نفوس الناس يجعلنا نقوم بمسؤولياتنا، ومن ثم نؤدي الأسباب التي تقينا بإذن الله عز وجل من حصول مثل هذه المصائب. فأولئك الذين يسعون إلى إبعاد الناس عن دينهم هم من أسباب هذه المصائب التي تصل إلينا، ومن أسباب ضعف الوازع الديني، وبالتالي هم من أسباب عدم قيام بعض أصحاب المسؤولية بالمسؤوليات الملقاة عليهم. من ضعف الإيمان عنده فلا تأمن جانبه، والله لا يؤمن جانبه، والله لا يؤمن جانبه، خان الله فكيف تستأمنه؟ من الطرق الشرعية للتعامل مع مثل هذه المصائب بذل الأسباب التي تقينا بإذن الله عز وجل من حصول هذه المصائب قبل وقوعها،
ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوه. وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا من بذل الأسباب التي تجعل الناس يأمنون على أموالهم وعلى أبدانهم. ومن هنا نهى الله عز وجل عن الإلقاء بالنفس في التهلكة. يجيك إنسان ويسكن في وسط الوادي، هذا ليس من الأمور المشروعة، بل يجب عليك الحذر من مثل هذه الأسباب المؤدية إلى هلاكك وهلاك أهل بيتك وإتلاف مالك. تقدم معنا أن من أسباب تفاقم هذه المصائب ما يفعله بعضهم من إضعاف الوازع الديني في النفوس، كذلك هم يفعلون أمراً آخر يؤثر في مثل هذه المصائب، ألا وهو جعل الأمة تسعى لحياة اللعب، حياة اللهو، والابتعاد عن الجد في حياتها. ومن ثم لا يقوم الإنسان بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. اختزال قضايا الأمة في رغبات بعض الناس لتغريبنا أو لجعل المرأة لا تلتزم بحجابها، هذا توهين للأمة وتضعيف من شأنها. نحن نريد معالجة حقيقية للقضايا التي تكون عندنا. إذا كنا نحتاج إلى معالجة انتشار المخدرات، ونحتاج إلى معالجة قضية تآلف الناس واجتماعهم، نحتاج إلى معالجة تنمية الشعور بالمسؤولية في نفوس أبنائنا، هذا هو الذي نحتاج إليه، وهو الذي نحتاج إلى أن نتناوله بالشرح والتعميق وجعل الناس يقومون به. هذه هي حاجتنا الحقيقية. ومن هنا نتقرب لله عز وجل بتذكير الناس بالأسباب الحقيقية المؤدية إلى مثل هذه المصائب. من الطرائق الشرعية التي يشرع للمؤمن أن يسير عليها عند نزول هذه المصائب الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة والندم، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. والله عز وجل قد أخبر أن التائب يمحو الله جل وعلا ذنبه، قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه. من الطرائق الشرعية التي يشرع للمؤمن أن يسير عليها عند نزول هذه المصائب أن يدعوه سبحانه ليرفع هذه المصيبة أيا كانت المصيبة، سواء من سيول جارفة أو أمراض أو فقر أو ديون أو غير ذلك. والله جل وعلا قد وعد المؤمنين بإجابة دعائهم، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول: دعوت فلم يستجب لي. لننظر إلى نفسك، عندك مانع من موانع إجابة الدعاء، أو لم تبذل الأسباب لإجابة دعائك، وبالتالي عد إلى نفسك باللائمة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين.
فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب له؟ نكثر من أموال الحرام ثم نقول نبي الله يستجيب لنا؟ انظر حسابك كم دخل فيه من مال حرام. ألم تفرط في وظيفتك؟ ألم تتهاون في مال عام؟ في مال عام؟ ألم الواحد إذا شاف له ريال ولا ريالين طمعت نفسه، يقول: أنا ما ودي يدري المشتري عن عيوب سلعتي. ليش؟ قال: عشان تدرج. سبحان الله، تدخل على نفسك مال حرام، تنزع البركة من نفسك، ثم تقول: لماذا لا يستجاب لي الدعاء؟ عد إلى نفسك، عد إلى نفسك. إذا جاء وقت توفر النعم تكبرت وتجبرت وابتعدت عن طاعة الله، وإذا جاءت أوقات المصائب دعوت الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عندك شباب، أنت شاب اليوم، عندك مال، عندك خيرات، بالتالي هذا وقت دعائك لله، حتى إذا نزلت بك المصيبة فدعوت واستجاب لك. إذا تعرفت إلى الله بأنواع الطاعات، محافظة على الصلوات وقيام بالواجبات وأداء المهمات والمسؤوليات في وقت رخائك، عرفك الله في وقت الشدة فاستجاب لدعائك. من أعظم موانع إجابة الدعاء ترك النصيحة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تشوف المنكر بين عينيك كأنه لا يعنيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ثم لتدعون الله فلا يستجاب لكم. إذا رأيت المنكر فلا تأمن ولم تنكره، إذا رأيت المنكر ولم تنكره فلا تأمن على نفسك أن يزين لك ذلك المنكر أو أن يقع عندك ذلك المنكر. أنا أضرب لكم مثل. جاء في يشوف الإنسان صاحب سيارة مسكر على واحد من أخوانه، رأيك راسيده، ثم ما ينكر عليه ولا يأمره يطلع السيارة، بكرة يسكر عليه واحد آخر، مهو بصاحب السيارة الكراسيدة اللي ما أنكر عليه. يشوف أخوين متنازعين متخاصمين ما يتقرب إلى الله عز وجل بالإصلاح بينهما. لا تأمن بكرة أنك أنت تخاصم أنت ويأخوك لأنك شفت المنكر ولم تصلح بينه، وبالتالي يوقع الله عندك من المصيبة مثل ما وقع ورأيتها من المنكر ولم تنكر ولم تسعى إلى إصلاحه. ما ضرك كلمة طيبة نصحت بها هذين الأخوين المتنازعين، ذكرته بالله وعرفته أن الحياة الحقيقية في الآخرة، وأن الخصومة في المال لا تستدعي قطيعة الرحم. ما ضرك أن تذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. ثم يجي يقول: ورأي الآن تخاصمنا ويا أخوي،
ورا يتخاصمان ويا ولدي، ورا يتخاصمان ويا ابن عمي. أنت أمس رأيت المنكر فلم يتحرك قلبك له إنكارا له، وبالتالي بلاك الله به. يشوف إخوانه يناظرون مشاهد محرمة في قنوات أو في غيرها، في كمبيوتر ولا انترنت ولا في أسواق أو في غيره، ثم لا ينهاهم عن مشاهدتها، في الغد يبلاه الله بذلك. ما تحرك قلبه لإنكار هذا المنكر. ولذلك لماذا انتشرت المنكرات في الناس؟ هذا من أكبر أسبابها، يرون صاحب المنكر وبالتالي ما تتحرك قلوبهم ولا ينهونه عن منكره، فبالتالي يميت الله قلوبهم فيجعلهم يفعلون ذلك المنكر. نحن نحتاج إلى تعليق القلوب برب العزة والجلال خوفا ورجاء. قال والله يا أخي هذول لهم مكانه منزلة، سبحان الله، مكانتهم أعلى من مكانة الله في قلبك، هيبتهم أعلى من هيبة الله في صدرك، سبحان الله. إن كنت تحبهم حقيقة فأنقذهم مما هم فيه بكلمة طيبة ونصيحة بمعروف. وش ضرك يوم شفت أبوك جالس عند تمثيلية فيها صور نساء متكشفات، قبلت رأسه ويده، قلت يا أبوي والله ترى ناصح لك، أبا أذكرك يوم وقفك بين يدي رب العزة والجلال وقال لك في يوم الثلاثاء في يوم الخميس كنت جالسا في بيتك وتنظر إلى معاصي الله، ما أطعتني في قولي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يا أبي تذكر موقفك بين يدي الله، ما هو جوابك؟ يا أبي والله ما قلت لك إلا محبة لك وخوفا عليك. وش يضره؟ يشوف قريبه يفعل المنكر ما ينكره، وبعد ذلك يبلاه الله به، يموت قلبه. هل يأمن واحد منكم من قلبه يموت؟ ولذلك علينا نسعى جميعا إلى إصلاح القلوب. إذا صلح القلب استقام أمر الدنيا وأمر الآخرة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. انظر لي الأسير في المعركة، عدو ولا مو بعدو؟ عدو، ومع ذلك إذا كان أسيرا وهو تحت اليد أنت قادر على إنزال العقوبة به، ومع ذلك يقول الله عز وجل لنبيه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يقول لمن؟ عدو يقاتل الإسلام، يقال لك كان في قلبك خير ترى الله بيعطيك خير، عدلوا ما في قلوبكم يعطيكم الله خير الدنيا والآخرة. ومن هنا نحن نحتاج إلى إصلاح هذه القلوب، نحتاج إلى ربطها بالله عز وجل، نحتاج أن نجعل الله بين أعيننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نقدم مخافة الله على مخافة الكبير والصغير، نقدم محبة الله على محبة الصغير والكبير، نقدم رجاء رب العزة والجلال على رجاء غيره. لماذا لم تفعل هذا؟ قال يا أخي هذا مديري. طيب مديرك إذا كنت تحبه فانصح تقرب لله عز وجل. قال يا أخي يكتب عني تقرير مو بزين، سبحان الله، وهالملك اللي فوق رأسك
مو بكاتب عنك تقرير مو بزين إلا تركت الواجب الشرعي عليك؟ أو الدنيا مقدمة على الآخرة أهمك بس هالوظيفة؟ ولو تحط يوم القيامة في نار جهنم ومن ثم من أكبر ما يتعامل به المؤمن عند ورود هذه المصائب أن يعلق قلبه بالله عز وجل. هذه المصيبة بسبب ذنبك، بسبب بعدك عن الله، صحيح قد لا تعني نقصان درجتك، لكنه ينبغي أن تكون منبها لك، معيدة لك إلى الله عز وجل. وبالتالي علينا أن نجعل تصرفاتنا كلها مطابقة للشريعة، نرضي رب العزة والجلال. إن حصل هفوة باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم صلاحا لقلوبنا. اللهم يا حي يا قيوم اجعل مخافتك في قلوبنا أعظم من مخافة غيرك. اللهم اجعل محبتك في قلوبنا أعظم من محبتنا لغيرك. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تبعدنا عن المعاصي وأن توفقنا للتوبة النصوح. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعلنا نجبا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن يتقرب إليك بإنكار المنكرات. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجزي أولئك الذين سعوا في إصلاح حال إخوانهم خير الجزاء. اللهم من أعان إخوانه على مصالح دنياهم وآخرتهم فاجزه خير الجزاء. اللهم وفق أولئك الذين تعاونوا في نصرة الملهوفين في مثل هذه المصائب. اللهم من أغاث ملهوفا فكن في حاجته وكن مجيبا لدعائه برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.